السلام عليكم، صباح الخير الإخوان الأخوات، صباح النور عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن حال وأحوال. كما كتشوفوا معنا اليوم الشتاء طيح، رمضان الله يدخلوا عليكم الصحة والهنا وباش ما تمنيتوا إن شاء الله. كتشوفوا مناظر زيت 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 جميلة ما شاء الله. هذا الخضورة إن كان خضرنا اللي كتبقى طيح الشتاء ما شاء الله. البلد هادي زعما الشتا كطيح على فجأة، لي فجأة كطيح الشتا ما تعرفهاش كيفاش غطيح. الحمد لله على كل شيء. والله جينا تلاقينا مع الدراري، طالعين نشربوا شي قهوة إن شاء الله. خليكم معنا تشوفوا كيفاش كدوز النهار. قرية تونا في حدود فرنسا، إيرون معروفة فرنسا، أحسن البلدان السياحية اللي كيجيو لها بزاف ديال الناس. ماشي خضراء فيها الشمس، اللي بغى يزور إيرون مرحبا الحمد لله مزيون. أنا كتخرج الشمس كيخرج هذيك خاصك تخليها لهم حدود فرنسا كيفاش يدخلوا على الحدود. فهمتي حدكم كتجيو تدخلوا من هنايا مثلا النصيحه، ما حدكم كتجيو تدخلوا من هنايا الايرون، ايرون صعيبه ولا عاد هنايا على الانتاريات ناسيونال كيعطيو كل شيء. دابا نوريكم المخزن اللي كيكون ناسيونال. صح بنادم زعما الا بغى يجي لهنايا تاخذ احسن طريقه اللي يقدر يدخل بها الهنداية، ما الا بقى كيدور في هذه المدينه هذه غيشوف رواه حتى يوصلوا للبلاد. الله يعاون الجميع والله يسهل على كل شيء. كل شيء بيد الله. هادو هما الناسيونال كما كتشوفوا هنا في الوسط. هذه هي الطريقه الوحيده اللي بنادم كيجي لهنايا باش يقطع بها فرنسا. هي النصيحة ما ينزلوش هنا يمشيو يشوف رود طوبو ديرك الهنداية، طوبو ديرك الهنداية وقفو تماك. تما كاين في شوف رود فرنسيا ترين فرنسيا ديرك تامينتي قطعو ديرك. لا كنت عاد حرق ديرك تدخل ديرك هذيك فهمتك، دير راسك ما داخل لانتس كيكونو تماك كيكونو جوج. القرار الوحيد زعما باش تقدر يدخل يا بالتران يا بأي حاجة، ما حد يبقى يدور هنايا يقدر يجبر مشاكل مع الله. ما عنده فين العاشوره ديالها. كاين واحد اللي كتخرج فيها من الكونو شي تمك، بعد خطره كيكونوا تمك عساسين بنادم اللي ما كيقطعش. الأساسية اللي كاينة على الطريق هذه راه معروفة، هي كتنزل هنايا تيرون، كاين بين هنايا ديك البلاكة الزرقاء اللي كيبان فيها الطريق. هذيك ديك البلاكة الزرقاء تعرفوها بأن هذيك الطريق اللي كيوصل من هندايا لواحد فرنسا، كتصبر هندايا غتدخل الحال. تما كاين طريق آخر اللي كيوصل تما من باريس ووصل لجميع الدواي فرنسا.
يعاون معايا. انا ما عملتش حتى المدرسه كيبان بحال لا شي. Thank you.